عشرات الشهداء والمصابين في مجزرة إسرائيلية جديدة بدير البلح، وقوات الاحتلال تواصل محاصرة مستشفى الأمل في خان يونس. بلينكين يبدأ خامس جولة له في الشرق الأوسط منذ هجوم 7 أكتوبر بحثا عن هدنة جديدة بين إسرائيل وحماس. سبعة قتلى من قوات سوريا الديمقراطية في قصف على قاعدة أمريكية، والقصف الأمريكي يستهدف مواقع الحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق. الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة. مرحبا بكم، والبداية بعد الفاصل. أهلا بكم. استشهد نحو 30 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح. وتزامنا مع ذلك كثف طيران الاحتلال غاراته على محافظة خان يونس جنوبي القطاع، واستهدف مربعات سكنية ونسف منازل في المحافظة، كما قصف محيط مراكز إيواء النازحين. وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة بأن جيش الاحتلال ارتكب حتى الآن 2325 مجزرة بحق المدنيين جرى توثيقها خلال الأربعة أشهر الماضية. وأشار إلى ارتفاع حصيلة العدوان المتواصل منذ 122 يوما إلى 27365 شهيدا و 66630 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. دخل الشهر الخامس ولم ينتهي العدوان بعد. أضحت غزة معبأة برائحة الموت، الشهداء في كل مكان، ومن نجا فهو مصاب لا يجد العلاج. الشمال والوسط والجنوب يطاله غارات من الجو وقصف مدفعي من الآليات المرابطة على تخوم غزة، ومن البحر عبر زوارق الاحتلال التي تحكم الحصار من جانب البحر ليدمر مربعات سكنية وخياما للنازحين. فيقترب عدد ضحايا العدوان مع مطلع الشهر الخامس منه إلى قرابة 100,000 شهيد ومصاب. وفي إطار انتهاكاتها للقانون الدولي، تواصل قوات الاحتلال لليوم السادس على التوالي محاصرة مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومنع المواطنين المحاصرين فيه من المغادرة، وسط قصف كثيف في محيط المستشفى مع انعدام الماء والغذاء للمحاصرين. الأمم المتحدة الممثلة لدول العالم أجمع تتحدث عن معاناة في قطاع غزة لا يمكن وصفها، وتؤكد أن سكان القطاع يعانون من ضغوط وآثار نفسية عميقة جراء العدوان الغاشم. معاناة زادت بعد توقف بعض الدول عن تمويل وكالة الأونروا، الذي صعب بالتبعية عمل كل المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، والتي توفر 80% من احتياجات السكان حال توفرت، وذلك لأن أغلب تلك المؤسسات الإنسانية تعتمد على الأونروا مع تعمد منع وصول المساعدات من الأساس إلى شمال القطاع. فبين تواصل العدوان واستمرار التجاهل الدولي، يقبع قطاع غزة صامدا رغم الآلام للشهر الخامس على التوالي دون أي خطوة جدية من المجتمع الدولي لإحياء الإنسانية في قطاع يباد كل يوم رغم صرخات المكلومين التي ملأت الآفاق.
حذر الهلال الأحمر الفلسطيني من تداعيات استمرار حصار مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 15 على التوالي. وأشار الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال كثفت غاراتها على محيط المستشفى الذي يضم آلاف النازحين والمرضى. بلا هواد أو ضمير يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لمستشفى الأمل في خان يونس بقطاع غزة 15 يوما من الحصار. آليات الاحتلال تحصر المستشفى من الجهات الأربع مانعة خروج أو دخول أحد إلى مباني المستشفى بما فيها حركة طواقم الإسعاف وسط إطلاق عنيف وكثيف للنيران. الهلال الأحمر الفلسطيني حذر من كارثة إنسانية في المستشفى مشيرا إلى نفاد مخزون الطعام للنازحين داخله ونفاد بعض المستهلكات الطبية والأدوية والتي وصل بعضها بالفعل للرصيد الصفري فيما تكفي كميات الوقود المتبقية أياما قلائل. الهلال الأحمر الفلسطيني أشار أيضا لانعدام الاحتياجات الرئيسية لبعض الفئات الخاصة مثل حليب الأطفال ومستلزمات كبار السن وذوي الإعاقة مطالبا بفتح ممر إنساني عاجل لإخلاء النازحين الذين يرغبون في مغادرة المستشفى في ظل الظروف الخطيرة التي يعيشونها. على أرض غزة لا قانون يحترم ولا إنسانية تصان، فقط بطش إسرائيلي يعجز أمامه المجتمع الدولي عن التدخل لحماية المرضى والمصابين والنازحين أو توفير الحماية للطواقم العاملة في المستشفى واحترام شارة الهلال الأحمر امتثالا للقانون الدولي الإنساني. من ناحية أخرى أدانت الخارجية الفلسطينية تصريحات ومواقف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بشأن تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ومحاولاته التضليلية لربط الاستيطان سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بالبعد الأمني. كما أدانت الخارجية الفلسطينية تصريحات الوزير المتطرف بن غفير بوصفها عنصرية وتمثل تحريضا مفضوحا على استكمال الإبادة في قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين بالقوة. وطالبت الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية رادعة على بن غفير باعتباره تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولة جديدة بالشرق الأوسط تشمل مصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية وقطر. وأوضح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان أن القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات بلينكين خلال زيارته، كما سيبحث سبل التوصل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من رام الله دكتور تمارا حداد الأكاديمية والباحثة السياسية. دكتور تمارا بعد التحية، ما الجديد الذي بجولة بلينكين وهذه الزيارة، وهل يمكن أن ينجح في الدفع باتجاه اتفاق هدنة جديد وإدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة؟ بداية أسعد الله مساءكم وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. طبعا هناك أكثر من رسالة وأكثر من هدف لزيارته لمنطقة الشرق الأوسط، هذه تعتبر الخامسة في المنطقة الشرق الأوسط والسادسة لمنطقة إسرائيل ومنطقة أيضا الأراضي الفلسطينية المحتلة. هناك أكثر من نقطة، النقطة الأولى وهي فيما يتعلق بترسيخ واقع الهدنة الإنسانية والضغط على نتنياهو بعملية أن يكون هناك هدنة إنسانية وقت إطلاق النار بشكل مؤقت أن تكون فترة أطول مما متاحة في الإطار الذي تم إخراجه من قبل اجتماع باريس ووجود رئيس الاستخبارات الأمريكية ويليام بنت وأيضا وجود وزير الاستخبارات المصرية ورئيس الوزراء القطري بالإضافة إلى مدير الموساد الإسرائيلي. طبعا هذا الاتفاق الإطار حتى هذه اللحظة لم يكن هناك رد من قبل المقاومة الفلسطينية، لا بالرد بالإيجاب أو بالنعم أو لا. حتى هذه اللحظة هناك مشاورات بين جميع الفصائل الوطنية الفلسطينية حتى يتم وضع رد مناسب، ولكن أعتقد أن الرد بالنسبة للمقاومة الفلسطينية تريد وقف إطلاق النار بشكل نهائي وانتهاء الحرب
على قطاع غزة، ثم النظر إلى التفاصيل الأخرى. هناك أكثر من تفاصيل، التفاصيل التي تتعلق وهي عملية انتحار جيش الاحتلال من قطاع غزة، وأيضا إعادة الإعمار وإعادة النازحين الذين تم نزحهم نزوحهم بشكل قصري من المناطق الشمالية والوسطى إلى المنطقة الجنوبية، وناهيك عن إدخال المساعدات وفك الحصار بشكل كلي وشامل عن قطاع غزة. هذه النقاط التي تشير إليها المقاومة الفلسطينية. لكن فيما يتعلق نتنياهو حتى هذه اللحظة، وبالتحديد أصبح هناك ثلاثة تيارات، تم انقسام داخلي إسرائيلي، وبالتحديد أن تيار نتنياهو والمتمثل بنجفير وسموتريتش يعارضون هذه الصفقة كما يعتبرون صفقة استسلام، يريدون صفقة بأقل الأثمان. فيما يتعلق التيار المعارض الإسرائيلية المتمثل بلابيد، أشار أنه يريد تحقيق إخراج المحتجزين الإسرائيليين، وإن كان أن يكون هناك وقف إطلاق النار بشكل دائم أو مؤقت. فيما يتعلق دكتور تمارا، اسمحي لي، هذه الخلافات ووجود ثلاث تيارات كما ذكرت حضرتك داخل إسرائيل، هل يمكن أن ينعكس ذلك على جهود التوصل إلى هدنة وتبادل الأسرى والمحتجزين، أم أنها هذه الخلافات ستعرقل التوصل لمثل هذا الاتفاق؟ نعم، هذا صحيح، هذه الخلافات سوف تعرقل الوصول إلى اتفاق نهائي، وبالتحديد أن الأكثر من تيار المعارضة حتى على مستوى تيار إذن كوت وجانت وتيار نتنياهو مع مجموعته بنجفير سموتريتش كلها تشير إلى آراء مختلفة، بالتالي هي نعم تعرقل واقع الوصول اتفاق هدنة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية يعني سوف ترسل وزير الخارجية أنتوني بلينكين من أجل ترسيخ هذه الهدنة والنزول عن الشجرة من قبل نتنياهو للموافقة على الأقل أن يكون هناك هدنة طويلة الأمد. يعني ليس صحيح، ليست وقف إطلاق النار، وإنما هدنة لفترة أطول عما متاح فيه في الإطار الاتفاقي أو الإطار الذي نتج عن اجتماع باريس. وأيضا هناك نقطة أخرى، أن الوزير الخارجي أنتوني بلينكين سوف يكون زيارته إلى السعودية، وهو فيما يتعلق واقع أن يكون هناك نقطة إيجابية وبادرة سياسية يريد أن يحققها إدارة البيت الأبيض وبالتحديد بايدن. بايدن معني تماما بأي نقطة ترفع من واقعها الانتخابي، وبالتحديد فيما يتعلق نقطة التطبيع الإسرائيلي السعودي. لكن السعودية أشارت نحن سوف نطبع لكن في أكثر من شرط. الشرط الأول هو يتمثل بترسيخ دولة فلسطينية. لذلك وزير خارجي أنتوني بلينكين يريد أن يرسخ هذه النقطة، لأن يكون هناك بوادر تحقيق دولة فلسطينية، ولكن بالمقابل يكون هناك علاقات التطبيع السعودي الإسرائيلي. بايدن يريد هذه النقطة الانتخابية، لكن نتنياهو يرفض تماما سياق أي تشكيل دولة فلسطينية. وليس فقط نتنياهو، وإنما هناك أيضا أعضاء الحكومة اليمينية الائتلافية المتمثلة بتيار الصهيونية الدينية والعظمة اليهودية المتمثلة بشخوص بن جفير ونتنياهو، يرفضون تماما أن يكون هناك أي ترسيخ دولة فلسطينية، وهذا يؤدي إلى عرقلة أي جهود السلام سواء كان على ترتيب الواقع في القضية الفلسطينية أو ترتيبها حتى رمت المنطقة الشرق الأوسط. لذلك كل ما يحدث الآن من التيار اليمين المتطرف يعكس كل واقع الوصول إلى وقف إطلاق النار أو تشكيل بعد سلام، أو أن يكون هناك بالفعل الجلوس إلى مفاوضات والوصول إلى نقطة تشارك بين كل الأطراف سواء كان الواقع الفلسطيني أو حتى على واقع الإسرائيلي. ناهيك أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين لها علاقة بتخفيف وطأة التصعيد في المنطقة الشمالية. أمريكا غير معنية بفتح جبهات أخرى، هي معنية بضربات عملية نوعية متقدمة، لكن ليست معنية بأن تكون هناك حرب عالمية شاملة، بعكس نتنياهو الذي يريد أن يفتح أكثر من جبهة، ليس من أجل الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، وإنما من أجل أن يكون هناك إنقاذ واقعه الشخصي والحفاظ على هدفه وعلى حكمه السياسي الحالي. وضحت وجهة النظر. أشكرك دكتور تمارا حداد الأكاديمية والباحثة السياسية، كنت معنا من رمضان الله، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أعلنت وكالة تاس للأنباء أن الخارجية الروسية ستستدعي السفيرة الإسرائيلية في موسكو بسبب تصريحات وصفتها بغير المقبولة أدلت بها لصحيفة روسية. وأضافت الخارجية الروسية أن السفيرة الإسرائيلية حرفت موقف السياسة الخارجية الروسية في المقابلة، حيث انتقدت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لتقليله من أهمية الهولوكوست، منتقدة علاقات روسيا بحركة حماس. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 7 من عناصرها وإصابة عشرات آخرين في قصف بمسيرة استهدف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي الواقع في محافظة دير الزور.
ووفقا لمصادر تابعة لهذه القوات، فإن القصف استهدف أكاديمية عسكرية في حقل العمر. هذا وقد تبنت إحدى الجماعات الموالية لإيران في العراق الهجوم الذي يعد الأول من نوعه ضد القواعد الأمريكية بعد القصف الأمريكي على سوريا والعراق قبل بضعة أيام، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. في المقابل، أعلن سلاح الجو الأمريكي قصف 121 هدفا تابعا للحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية له في العراق وسوريا خلال الساعات 24 الماضية. وأفاد بيان لسلاح الجو الأمريكي بأن الهجمات الجديدة جاءت ردا على تعرض قاعدة أمريكية بالأردن الأسبوع الماضي لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم حول الضربات التي شنتها الولايات المتحدة في سوريا والعراق ردا على مقتل 3 من جنودها بهجوم في الأردن. كانت روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي كانت قد طلبت عقد اجتماع للمجلس، وذلك للبحث في الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة ضد فصائل موالية لإيران تتهمها واشنطن بمهاجمة قواتها في المنطقة. أعلن الجيش الأمريكي استهداف 5 صواريخ في اليمن، أحدها مصمم للهجوم البري والأربعة الآخرون لاستهداف السفن. تأتي هذه الضربات بعد يوم من شن القوات الأمريكية والبريطانية 3 موجة من الغارات الجوية ضد الحوثيين في اليمن في إطار عملها العسكري المشترك للرد على مواصلة الحوثيين استهداف سفن الشحن في البحر الأحمر. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أن الجيش الروسي قصف 18 بلدة ومنطقة سكنية تابعة للإقليم خلال ساعات 24 الماضية. في هذه الأثناء أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة دونيتسك أن القصف الروسي المستمر على المنطقة خلال الساعات الماضية تسبب في مقتل شخص وإصابة 4 آخرين. كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها قتلت 6640 جنديا روسيا ودمرت 924 قطعة من المعدات والأسلحة الروسية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك طائرة وسفينة حربيتان و63 دبابة. لقي 112 شخصا على الأقل حتفهم إثر حرائق الغابات التي اجتاحت المناطق الواقعة وسط تشيلي، وذكرت السلطات في تشيلي أن النيران أتت على أحياء كاملة مشيرة إلى أن المئات ما زالوا في عداد المفقودين. وتهدد حرائق الغابات التي بدأت قبل أيام عدة مدن ساحلية. كما فرضت سلطات تشيلي حظر التجول في المناطق الأكثر تضررا ونشرت أفراد الجيش لمساعدة رجال الإطفاء على وقف انتشار الحرائق. وجه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ولرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمهما للمبادرات السعية لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية والصداقة الاجتماعية. جاء ذلك في رسالة وجهها البابا فرانسيس بمناسبة الذكرى 5 لصدور وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك التي وقعها البابا فرانسيس وشيخ الأزهر الشريف في أبو ظبي. وأعرب البابا فرانسيس عن الاقتناع بأن التضامن والأخوة والصداقة من شأنها إخراج البشرية من عتمة الظلم والكراهية والحروب.
هذا وقد شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية احتفالية الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، حيث تضمنت الاحتفالية استحضار بنود وثيقة الأخوة الإنسانية التي أقرت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 4 فبراير من عام 2019. بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، نظمت الجامعة العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالية تتضمن استحضار بنود وثيقة الأخوة الإنسانية التي أقرت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 4 فبراير عام 2019. متواجدين اليوم عشان نحتفل جميعا ونأكد في كلماتنا على أهمية مبادئ وقيم وثيقة الأخوة الإنسانية، اللي منها طبعا احترام الآخر واحترام جميع الأديان والمعتقدات وقبول الآخر والتعايش السلمي. كانت الوثيقة قد وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وهي تؤكد على سعي بين البشر للعيش بسلام وأمان. في مثل هذا اليوم 4 فبراير من عام 2019، وقع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان هذه الوثيقة، وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تدعو إلى اجتماع العالم حول القواسم المشتركة التي لا يختلف حولها أحد. هناك قواسم مشتركة تلتقي فيها الأديان السماوية، بل وتلتقي فيها الإنسانية بصفة عامة كالرحمة والعدل والمحبة. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارا بالإجماع يعلن يوم 4 فبراير كل عام يوما دوليا للأخوة الإنسانية، ضمن مبادرة قادتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث دعت فيه كافة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى احتفال سنويا بهذا اليوم. يأتي هذا المؤتمر في ظل الصراعات التي تشهدها المجتمعات والتي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء، لذا يجب الحفاظ على القواعد الإنسانية للمحافظة على حياة الإنسانية. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، أني الأخبار. تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 وسط إقبال جماهيري كبير. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل النيل للأخبار عبد الحميد صقر. عبد الحميد، ضعنا في المشهد لديك من معرض الكتاب. أحييك زميلتي غادة وكل مشاهدي قناة النيل الأخبار، حيث ننقل لكم فعاليات معرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته 55، ويعني حشود كبيرة وأعداد كبيرة، أكثر من 4.5 مليون زائر على مر أيام معرض القاهرة الدولية للكتاب، يتوافدون على هذا المعرض الكبير من كافة الجنسيات المصرية والعربية ومن كافة محافظات مصر. يمكن جدير بالذكر معظم يعني الزائرون الموجودون هنا داخل المعرض من الشباب ومن الأطفال، الأسر الأم والأب والأطفال حريصون على التواجد وزيارة يعني هذه المنتجعات الثقافية. أيضا هناك ندوات موجودة في الأدوار الدور الثاني والثالث في القاعات الرئيسية، ندوات خاصة عن فلسطين، وخصص اليوم أيضا لأكثر من ندوة عن فلسطين والتواجد المصري والدور المحوري المصري لدعم القضية الفلسطينية على الصعيد الاجتماعي والإنساني. أيضا هناك أكثر من كتاب تم تدشينه خلال أيام المعرض، ويمكن أنا حاليا موجود ومعي الأستاذة الدكتورة سامية أبو النصر مدير تحرير أهرام، وتدشين كتاب جديد يتحدث عن 50 عاما على ملحمة الإعجاز أكتوبر 1973. أهلا بسيادتك يا دكتورة سامية معنا عبر شاشة النيل الأخبار، وتكلمينا عن تدشين هذا الكتاب الجديد، الرؤية الجديدة اللي بتقدميها من خلال كتابك. أهلا بيك في زي ما بنقول عرس ثقافي معرض القاهرة الدولي للكتاب، والحقيقة سعيدة جدا جدا بهذا العام الحقيقة لهذا الزحام وهذا الإقبال من جميع أفراد الأسرة زي ما حضرتك ذكرت، ومن جميع أبناء الشعب المصري من مختلف المحافظات. يعني احنا بنشوف زوار الحقيقة من كافة المحافظات. احنا شفنا النهاردة في ناس مشرفينا من المنصورة، بورسعيد، المنوفية، في عدد من المحافظات. الحقيقة بنشكرهم على تواجدهم. لا، تكلميني حضرتك على الكتاب اللي بعديك واللي بتقدميه جديد.
الحقيقه هذا العام الحقيقه طبعا انا بسعيده جدا كل عام ان انا يبقى يعني اقدم عنوان جديد. يمكن انا حرصت ان انا هذا العام اقدم كتاب 50 عاما على ملحمه الاعجاز اكتوبر 73 بمناسبه اليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر. والحقيقه هذا الكتاب انا بعدله من سنوات عديده، ولكن انا حرصت ان هو ما يخرجش الا مع اليوبيل الذهبي. كنت حريصه جدا. هل في اسرار جديده بتقدميها حضرتك من خلال الكتاب؟ الحقيقه هو طبعا هي يعني حرب اكتوبر الحقيقه فيها العديد والعديد من الاسرار، وهي يعني معجزه بكل المقاييس، وهي يمكن احنا اطلقنا عليها ملحمه الاعجاز، ملحمه الاعجاز لانها ما كانتش شيء تقليدي ولكنه كان تحقق نتيجه استخدام معركه الذكاء المصري. طبعا الكتاب يتناول حرب اكتوبر وما يعني من خلال حوارات مع القاده والزعماء اللي كان ليهم دور كبير جدا ودور بطولي عن حرب اكتوبر. كل ما نشر عن حرب اكتوبر يوميات الحرب. نعم اشكرك الزميل عبد الحميد صقر مراسل النيل للاخبار على هذه المتابعه لفعاليات معرض الكتاب في دورته 55. ونتحول الان مشاهدينا لمتابعه ابرز اخبار المال والاعمال، اخبار الاقتصاد في هذه النشره، والزميله حنان الخولي. اليك حنان. شكرا لك غد. مشاهدينا اهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية واهم ما فيها. وزير النقل وقطاع الاعمال يبحثان توطين صناعة الاوتوبيسات في مصر. بحث وزيرا النقل الفريق كامل الوزير وقطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحث معا تعزيز التعاون المشترك في مجال توطين صناعة الأوتوبيسات في مصر. وخلال الاجتماع أكد وزير النقل أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة كافة وسائل النقل، ومنها توطين صناعة الأوتوبيسات، وخاصة التركيز على زيادة نسب المكون المحلي والتأكيد على التطوير الدائم لهذه النسب. وأشار الوزير إلى أن السبق للشركات الوطنية العامة المتخصصة لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات الذي يعد هدفا أساسيا تسعى الوزارتان لتحقيقه، وذلك تعظيما لتلك الصناعة بشكل يسهم في توفير العملة الصعبة والآلاف من فرص العمل، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية ثم التوسع في التصدير للخارج. ومن جانبه قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة مستمرة في جميع الشركات التابعة. ما عنديش أكدت. إذن نتحول للبورصة المصرية والتي سجلت مؤشراتها ارتفاعات جماعية خلال تعاملات ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بما يعادل 0.1% متخطيا مستوى 27603 نقاط. كذلك صعد المؤشران الثانويان EGX7 و EGX100 الأوسع نطاقا بنسب تراوحت بين 1.8% و 2%. تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم أوجه الدعم الكامل والمتابعة المستمرة للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وتأتي مدينة بدر ضمن المناطق التي تم التوصل إليها وتوصيل الغاز الطبيعي إليها. نتابع. المعدنين تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع في استخدامه لجميع مناطق الجمهورية. وتأتي مدينة بدر ضمن المناطق التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها. الإسكان الاجتماعي بيشهد طفرة في مدينة بدر، موجود حوالي 38 ألف وحدة سكنية تم توصيل معظمهم بالغاز الطبيعي،
من خلال تنفيذ الشبكات الارضيه والتركيبات الداخليه والخارجيه للعملاء. كمان احنا قدرنا نشتغل في الاسكان المتوسط والاسكان المتميز في المدينه، وكمان حاليا دلوقتي جاري العمل في اسكان العاملين بالعاصمه الاداريه زهره العاصمه. هنا هو في بدر بيتم تطبيق مبادره وزاره البترول والثروه المعدنيه بخصوص التقسيط، من خلال ان العميل بيتم تحصيل القسط منه على فاتوره الاستهلاك بواقع 40 جنيه شهريا لمده 7 سنوات بدون فوائد. المواطنون اعربوا عن سعادتهم بتوصيل الغاز الطبيعي الى وحداتهم السكنيه، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود التي تقوم بها وزاره البترول والثروه المعدنيه في هذا المشروع العملاق. ريحني كتير 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 من انبوبه تفضل الساعه 2 بالليل ما الاقيش مثلا اعمل كوبايه شاي حتى، ما الاقيش اعمل فنجان قهوه، ما الاقيش اعمل اكل، استنظر لحد تاني يوم لحد مثلا العصر لحد ما يجي لي حد يجيب لي انبوبه يغير لي الانبوبه. فالغاز ريحني كتير، والتعاقد كان سهل جدا ومريح جدا، وبعدين قسط زي كاش. انا بالنسبه لي كنت متعاقد قسط. غاز جميل جدا وامن، وريحنا طبعا من شقه الانابيب، وموفر بالنسبه للحاله الماديه كمان. جهود كبيره قامت بها وزاره البترول والثروه المعدنيه في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمدن وقرى مصر، الامر الذي رفع معدلات التوصيل لتصل الى 8,500,000 وحده سكنيه خلال 10 سنوات الماضيه. من مدينه بدر، احمد ابو علم، النيل. اذن نهايه الاقتصاد، شكرا مشاهدينا للمتابعه، وعوده لبانوراما نيل اليك غد. اشكرك حنان، شكرا جزيلا. مشاهدينا، وبختم أخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وعليكم تذكرة بأبرز العناوين. عشرات الشهداء والمصابين في مجزرة إسرائيلية جديدة بدير البلح، وقوات الاحتلال تواصل محاصرة مستشفى الأمل في خان يونس. بلينكن يبدأ خامس جولة له في الشرق الأوسط منذ هجوم 7 أكتوبر بحثا عن هدنة جديدة بين إسرائيل وحماس. 7 قتلى من قوات سوريا الديمقراطية في قصف على قاعدة أمريكية، والجيش الأمريكي يستهدف مواقع الحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق. نهاية النشرة وتفاصيل أكثر على موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.